بعيش هنا في تونس. مرتاحة يعني؟ مرتاحة جدا، أنا بدأت نص تونسية. الحياة يعني حلوة جدا، وفي حاجات كتيرة بتعملها، البحر والآثار والسوق في مدينة. من إيطاليا. أنا من إيطاليا بس بشتغل هنا في تونس. وأنا هنا في تونس من 3 سنين. وتتكلم عربي شوية؟ بتكلم مصري بس يعني بدأت أتعلم التونسي. حفظت اللهجة منين؟ من مدرسة في إيطاليا، وعشت في مصر، وأنا هنا من 3 سنين، عشان كده بكلم شوية. مش برشة. حفظت اللهجة المصرية وما حفظتش اللهجة التونسية ولا العكس؟ يعني الاثنين. سهلة انك تحفظ فيسا فيسا ولا لا؟ لا سهلة، ما لقيتش صعوبة يعني؟ لا يعني حسب السيتواسيون. طيب انت هنا شغل يعني؟ انا بشتغل في التعاون الايطالي. يعني في الاجنس ايطاليان بور لا كوبيراسيون ديفلوبمون في تونس. طيب لقيت راحتك في تونس؟ الايه؟ يعني لقيت راحتك في تونس ولا؟ وي الحياة يعني حلوة جدا، وفي حاجات كتيرة بتعملها، البحر والآثار والسوق في مدينة. احنا دلوقتي في قدام المسجد الزيتونة، بجد حاجات كتيرة ممكن تعملها هنا في تونس. وكنا في الجربة مع صحابي من 3 أيام، والبحر والهواء. أنا بحب بعيش هنا في تونس. مرتاحة يعني؟ مرتاحة جدا، أنا بدأت نص تونسية. أوكي. واللهجة خلاص به يعني. الأكل أنا من كالابريا، هي يعني جنوب إيطاليا تقريبا، نورد أفريقيا. وإحنا عندنا حاجة زي العريسة اسمها ندويا، يعني حاجة بيكون. دونك الأكل زي الأكل بتاعنا. طيب تخرج للسوق تقضي العمولة في يدك يعني الدينار، تعرف تقضي بالفلوس متاعنا ولا لا؟ أنا عرفت دينار وخمسة دينار، خمسة آلاف، عشرة آلاف بالضبط. وتوا أصدقائك من إيطاليا جو سياحة لتونس صح؟ هم هنا من أسبوع تقريبا. والويكند اللي جاي احنا رايحين الكوربا، يعني نابل عامة، حمامات، وكليبيا. هي كليبيا قدام بانتيليريا، هنشوف ايطاليا من كليبيا من الكابون، نروح حوارية، يعني نعمل حاجات كتيرة. 3 سنوات في تونس، تمكنت انك تعرف برشا بقايا في بلادنا؟ اماكن كثيرة في تونس. انا شفت اماكن. يعني الفترة هذه كافية انك تعرف العديد من الاماكن في تونس؟ يعني ما مش كفايه لسه، يعني انا عندي حاجات كثيره لسه لازم اشوفها، بس شفت معظم الحاجات المهمه. الاماكن يلي عجبتك حبيت تبارتاجيهم مع اصدقائك من ايطاليا صح؟ مثلا كارتاج، يعني بالنسبه لي احلى مدينه هنا في تونس. يعني كارتاج مليان استوار وريشيس. دونك انا يعني اكثر الاشياء اللي لفتت انتباهك في تونس شنو؟ اكثر الاماكن اللي عجبتك وتلقى فيها راحتك اكثر يعني؟ انا عايشة في مرسى، عشان كده انا بحب اعيش في مرسى، عشان في البحر وعندي كل السوبر ماركت والحاجات اللي انا بعرفها. بس حتى هنا في مدينة أنا أحس أن أنا مرتاحة. حسب رأيك أنت شنو اللي يخلي عدد السياح في تونس يكثر؟ يعني في ارتفاع متواصل، في توافد كبير من السياح من مختلف الأماكن في العالم. في عدد كتير، مش عارفة العدد بالظبط، بس يعني في عدد كبير قوي من كل العالم تقريبا.
يعني كان في من نص ساعة كده جروب من أوروبا، مش عارفة ممكن في إيست يوروب، بس بشوف سياحة كتير من أمريكا، من أوروبا طبعا، من أستراليا، كنا في جيربا، كان في جروب من أستراليا كبير. دونك يعني بظن إنه تونس عشان يعني مليان تورس، عشان يعني الأوفر والخدمات كتيرة. أصدقائك عجبتهم تونس ولا؟ آه برشا. بخلهم طبخ تونسي ولا إيطالي؟ يعني الاثنين يعني مختلفين. شو تقول للإيطاليين اللي في إيطاليا طبعا واللي ما زالوا ما جاوش تونس؟ يعني انا ريكومند تونس للايطاليين، وعامه التورس اللي عايزين بيروح البحر يشوف الاثار، يشوف التاريخ. يعني انا ريكومند تونس والتونيزيا عامه للتورست. انا بحب بعيش هنا في تونس. انا مرتاحه يعني؟ مرتاحه جدا. انا بدات نص تونسيه. الحياه يعني حلوه جدا، وفي حاجات كتيره بتعملها، البحر والاثار والسوق في مدينه.